عايش لهنا. هاي هذه هذه الدويرة. هذه الدويرة تو بابا مثلا شاخد بالطماطم. أنا نقلت غادي للسخانة. وين يجي بابا نرجع لبلايستي. أنا هذه الدويرة. هذه الدويرة هذه البلايستي. تقول شو تقولنا فينا عام نحن توا عبد الملك؟ في 2012. في 2012 بعد الثورة. بعد الثورة. بالله. إيش تعمل في الدنيا عبد الملك؟ ما عندي منام. ما مش حد تخدم. كخوينه الحلفة. تقطع في الحلف. حلف. يا أخي الحلفة مش على عام وطوله عاد. عندها موس. لا تخدم طول نبيعوا فيها البر. ما نبيعوا فيها جماعة البقر. إيش فيها بقر؟ متعرس معرس عمي؟ عندي وليد. عندك وليد. وهذه الدار. هذه الدوار. ولهنا كوجينة معناها. لا لا هذه الدوار أصل منها كوجينة من الدوار. معناها لهنا تطيبوا وتاكلوا وتعيش أنت والمرأة. ما سبحان الله ما جوكمش بالدولة ما حكوش معاك ما تذكروكمش. جو. جو مشيت لهم. ما جيناش. ولا تابع الشؤون الاجتماعية. تابع الشؤون الاجتماعية. صورت معاكم وقلت لكم باش نشوف لكم حل. من بعد قلت من بعد ما استعرفت سمعنا بلا خو بلا كوا خبط مشيت لها قلت لي انت ما تمشي. معناها انت مشيت باش تزكوه. هي. حاجتك بكوه هذيك هي. هذيك هي. هذيك الحكاية. في 2012 هاكم تشوف معنا مواطنين تونسيين هذا استل الماء هذه هاي الكوجينة وهذا هو عبد الملك اليوم نيتو كوخ مش يطالب بالتشغيل مش يطالب حقه في المال العام مش يطالب حقه في الصحة مش يطالب لا ودي ماذا بيه يطالب في كل شيء لا هو معناه المفروض انه مفروض. عنده الحق في هذا كل عبد الملك ظهر مطالب كوخ مسكين التو ما وصلوش عبد الملك ايش تقول السلطة دي بعد الثورة قالت لنا باش نولوا فقير اولى اولياتنا يهنوا فينا ما شيء رجعنا وقيل قبل الخير كيفاش وقيل قبل الخير جرب والله معناها تقول هي مات لا لا يا ودي نمشي نمشي ما تشرف بينا حد نمشي المرج ما تشرف بينا خلاص وليت بناس لا نهار الجمعة المعتمد تخرج اكثر هذاك صاحبها لا نهار الجمعة المعتمد تخرج علاش مشيت طالب مشيت غادي على الكوخ قال لي باروخي ما ثمش الزوالي ما يسامع حد الزوالي اللي ساكن في الريف ما عنده كان وجه الله عبد الملك ايش توصل للسلطة ايش تحب تقول ايش نوصل ممكن ما يجي يجي يشوفون ما عندك شو صغار عندي ما تقول لي خليك دقيقة قول فيها اللي تحب انت رسالة عبد الملك للسلطة هذه انا نقول لهم لازم يجوا يتوقدون وكهو لازم يطلعوا علينا عبد الملك وصلت قلت الوضع قبل الخير من تو علاش وصلت للدرجه علاش وصلت تقول فيها هيك قبل حتى نمشوا للمسؤول يسمعنا يسمع نمشوا للشيخ يسمعنا نمشوا للمرجده تسمعنا تو ولا تو غطوا علينا الطرف طول المرجده قاعده معاها كما نقولوا خمسه قوازنيه فهمتوا اللي ما عندهم ما يعملوا قاعدين يشغلوا كان على حساب الشانطي يمشي لما الزوالي من هنا يخرج على برا انت شو جايبك برا مش دارك سمع حتى شيء خبز يوكل النفاع عبد الملك في 2012 نمشي للمعتمد المعتمد هذا لما تلقيته كذا بالسوق نجي نتكلم معاه يقول لي اخويا انت منين شنو وصيتك برا رجاله برا اعطونا وحدات الشنطه وحدات الشنطي شهر نخلص واثنين وثلاثة ما تميش قداش تخلص بالله في الشنطة؟ والله هنا نخلص في 90,000 90 دينار في الشهر 90,000 في الشهر قداش عندك صغير قلت لي محمد؟ هنايا عندي حشاك أربع بنات وزوز أولاد منهم قداش من واحد معاق؟ أربع بنات وثلاثة أولاد قداش من واحد معاق؟ ثلاثة ثلاثة معاق تخلص 90 دينار في الشهر أي نعم